هذا الفساد وتأثيره على رب الأسرة اللي دا يربي جيل وتفكيره بهذا الجيل أو بهذه الأسرة، وشو راح ينعكس على تربية الطفل؟ هذا دمر المجتمع. اليوم رب الاسره يشوف جيرانه موظف مثل بالضريبه، صاعد لاند كروز، وابنه يروح المدرسه اهليه، وابنه الاخ بالكليه ويركب سياره، وابنه الاخ ما ادري وين ويركب سياره، وهو عنده فتسد عمارات، وهو موظف أحسنت بالدوله نفس فعلا. الوظيفه، وابنه ما يقدر يروح للكليه وما يدفع له خط، وابنه ما يقدر يروح لهنا وما يقدر يدفع له خط، فعلا وابنه الثاني ما يقدر يروح للكليه. هذه سببت شرخ بالمجتمع. نحن كنا في المجتمع 3 طبقات، طبقة فقيرة، وهذه يعني الطبقة يعني ما نقول القليلة، كانت طبقة موجودة فيه. والطبقة الوسطى وهي الطبقة الأكبر والأعم، الأغلب صح إيه صح اليوم، والطبقة الغنية اللي معروفة. واليوم في العراق ما وجدت هذه الطبقة الوسطى، الطبقة الوسطى انعدمت بين الطبقة صح الغنية والطبقة الفقيرة. صح هاي صح الطبقة الوسطى اللي هم موظفي دولة، واللي هم أصلا يعني كاسبين قوت يومهم، وايضا موظفي الدوله. هو موظف الدوله لما يستلم مليون ويجي يدفع انترنت ويدفع كهرباء ويدفع مولد ويدفع كل شيء، ما يضل شيء ولا يضل لهذا السبب.